بحب المصطفى العدنان هي الحلقات جرح الفضل بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت واللفي. وسلمني اللهم يا ربي واحمني وخذ بيدي ومن وجد وتعبد في ثم. أما بعد إخواني في الله، فإن هذه هي الحلقة الأولى من حلقات تسجيل دروس النحو للمبتدئين. إن شاء الله تعالى سنشرح كتاب الأجرومية، كتاب الأجرومية بشرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، الشرح الذي سماه التحفة السنية في شرح الأجرومية. سنشرح هذا الكتاب في حلقات متتالية، حلقات بسيطة مبسطة للمبتدئين. قبل أن ندخل إلى ذلك، نريد أن نبين أن فن النحو الذي نريد أن ندرسه فن سهل، ليس بفن صعب، على العكس مما يتوقعه كثير من الناس أن فن النحو فن صعب مستغلق. على العكس، الفن النحوي هو أسهل ما يدرس في العلوم الإسلامية كلها. لماذا؟ لأن فن النحو له بداية وله نهاية. أنت تقول المرفوعات 7، أنت تقول المجرورات 3، لا يتعداها. ابتداء من الأجرومية إلى أن تصل إلى مغني اللبيب المجرورات 3 فقط لا يتعداها، فهو موضوع سهل وليس بموضوع صعب، على العكس من بقية العلوم التي يستجد فيها شيء كل يوم كعلم الفقه مثلا أو علم أصول الفقه مثلا أو علم مصطلح الحديث، كل يوم يستجد فيه شيء جديد. أما النحو فهو علم محصور، يعني نضج واحترق، فينبغي أن نفهم أن فن النحو فن سهل وليس بفن صعب. إن شاء الله تعالى كما قلنا سندرس التحفة السنية في شرح الأجرومية، ندرسها بابا بابا إلى أن ننتهي منها. فيطلب من كل من يوازلون معنا، من كل من يتابعون معنا، أن يشتروا كتاب التحفة السنية في شرح الأجرومية. هذا الكتاب هو الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. قبل الدخول إلى فن النحو، يقولون العلم بالشيء فرع عن تصوره، لابد أن تتصور ما تدرسه أولا. نحن سندرس فن النحو، هناك 4 أبيات يطلب من كل من يتابعنا أن يحفظها. الأبيات الأربعة تقول الأربعة الأبيات تقول: مباحث علم النحو 5 نظمتها، وما شذ منها أول إليها رواجع. 3 أبواب مبادئ علمه، كلام وإعراب المعارف تتبع. وقل: عدد المرفوع منهن 7، ومنصوبه 15 نواسع. ومبحث مجروراته قل 3، وخامسها المجزوم وهو المضارع. يطلب من كل من يتابع معنا أن يحفظ هذه الأبيات. أكررها: مباحث علم النحو 5 نظمتها، وما شذ منها قل إليها رواجع. 3 أبواب مبادئ علمه، كلام وإعراب المعارف تتبع. وقل: عدد المرفوع منهن 7، ومنصوبه 15 نواسع. ومبحث مجروراته قل 3، وخامسها المجزوم وهو المضارع. أشرح هذه الأبيات الأربعة. هو يقول مباحث علم النحو، يعني ما يبحث في فن النحو 5، مجموع ما ندرسه في فن النحو عبارة عن 5 مباحث. كل ما يدرس في النحو، إذا جمعت النحو كله كذا وأردت أن تدرسه، اعلم أنك ستدرس 5 أشياء. مباحث علم النحو 5 نظمتها، وما شذ منها أي ما لم يذكر في هذه الخمسة التي سأذكرها إليها راجع إليها لابد. ما لم يذكر في هذه الأشياء الخمسة التي سنذكرها يكون راجعا إليها ولابد. مثلا الأشياء التي سنذكرها الآن، لن نذكر التوابع. التوابع التابع إما أن يكون مرفوعا فيرجع إلى المرفوعات، أو منصوبا فيرجع إلى المنصوبات، أو مجزوما فيرجع إلى المجزومات، أو مخفوضا فيرجع إلى المخفوضات. فالتوابع داخلة فيما ذكر.
ما يعمل عمل الفعل مثلا، ما يعمل عمل الفعل أيضا إما أن يعمل فيه الرفع فيندرج في المرفوعات، أو يعمل فيه النصب فيندرج في المنصوبات، أو يعمل فيه الجر فيندرج في المجرورات. إذن هذه الأشياء التي سنذكرها ما شز منها، أي ما شز ولم يذكر فيها، إليها رواج يرجع إليها. ثلاثة أبواب مبادئ علمه. إذا أردت أن تتصور النحو كله، اعلم أن النحو كله عبارة عن خمس مباحث. المبحث الأول اسمه مقدمات علم النحو. مقدمات علم النحو عبارة عن ثلاثة أبواب: باب الكلام وما يتألف منه، باب الإعراب والبناء، باب النكرة والمعرفة. هذه الثلاثة تسمى بمقدمات علم النحو. مقدمات علم النحو أو مبادئ علم النحو، يعني ما مبادئ علم النحو، عبارة عن ثلاثة أبواب: الكلام وما يتألف منه، الإعراب والبناء، النكرة والمعرفة. هذه الأبواب الثلاثة يدرسها الطالب ليبني عليها ما وراءها. الباب الأول الكلام وما يتألف منه، فيه تدرس الكلام والكلمة والفعل وعلامات الاسم وعلامات الفعل والحرف وما يطلب لكل واحد من هذه الأشياء. تدرس في باب الكلام، الكلام، علامات الاسم، علامات الفعل، علامات الحرف، كل ما يتعلق بهذه الأشياء يدرس في هذه الأبواب الثلاثة: الباب الأول الكلام وما يتعلق منه. الباب الثاني الإعراب والبناء، فيه تدرس الإعراب، حركات الإعراب، الرفع، النصب، الخفض، الجر، علامات الرفع، علامات الخفض، علامات النصب، علامات الجزم. هذا في الباب الثاني الذي هو باب الإعراب والبناء. الباب الثالث النكرة والمعرفة، فيه تدرس المعارف الستة بالإضافة إلى النكرة، الشيء الذي يكون شائعا في جنسه. فهذه الأبواب الثلاثة تسمى بمقدمات علم النحو أو مبادئ علم النحو، يعني ما يقدم قبل الدخول إلى فن النحو. هذا المبحث الأول الذي يسمى بمبادئ علم النحو أو مقدمات علم النحو. بعدما تدرس هذا الباب تصل إلى الباب الثاني، المبحث الثاني، الذي هو عبارة عن المرفوعات. والمرفوعات سبعة عدد أيام الأسبوع. المرفوعات سبعة عدد أيام الأسبوع. بعدما تنتهي من المرفوعات المبحث الثالث المنصوبات. المنصوبات عبارة عن الأشياء التي لا تكون إلا منصوبة فقط، ومجموعها 15 شيئا، يعني أسبوعين 15 شيئا. ثم بعد ذلك تصل إلى المبحث الرابع من مباحث علم النحو المجرورات. المجرورات ثلاثة أشياء: المجرور بالحرف، المجرور بالإضافة، المجرور بالتبعية. قالوا إذا درست النحو كله ولم تفهم منه شيئا اجتهد أن تخرج بباب المجرورات، لأنها مجتمعة في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم مجرور بالباء بالحرف، الله بسم الله مجرور بالإضافة، الرحمن الرحيم مجرور بالتبعية. إذن الباب المبحث الرابع من مباحث علم النحو يكون في المجرورات، ومجموعها ثلاثة أشياء. ثم بعد ذلك تصل إلى المبحث الخامس، مبحث الخامس من مباحث النحو المجزومات. المجزومات ماذا؟ شيء واحد فقط: الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الذي يكون مجزوما في بعض أحواله. إذن أكرر مرة أخرى، ما يدرس في فن النحو كله خمسة أشياء. أولا مبادئ علم النحو. مبادئ علم النحو عبارة عن ثلاثة أشياء: الكلام وما يتألف منه، الإعراب والبناء، النكرة والمعرفة. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني المرفوعات عبارة عن سبعة أشياء. سبعة أشياء هي التي تسمى بالمرفوعات. بعد ذلك المبحث الثالث المنصوبات، 15 شيئا هي التي تسمى بالمنصوبات. بعد ذلك المخفوضات ثلاث أو المجرورات ثلاثة أشياء. بعد ذلك المجزومات شيء واحد فقط وهو الفعل المضارع. هذه الأشياء هي التي جمعت في الأبيات الأربعة التي أنشدناها وقلنا يطلب من كل منا أن يحفظها. الأبيات الأربعة تقول: مباحث علم النحو خمس نظمتها، وما شز منها قل إليها رواجع، ثلاثة أبواب مبادئ علمه، كلام وإعراب المعارف تتبع، وقل عدد المرفوع منهن سبعة، ومنصوبه خمس وعشر نواسع، ومبحث مجروراته قل ثلاثة، وخامسها المجزوم وهو المضارع. يحفظ كل واحد منا هذه الأبيات الأربعة ويشرحها بالشرح الذي ذكرناه الآن. المقدمات علم النحو ثلاثة أشياء:
كلام وإعراب والنكرة والمعرفة. باب المرفوعات 7 أشياء عدد أيام الأسبوع. باب المنصوبات 15 شيئا أسبوعين. باب المجرورات 3 أشياء اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. باب المجزومات شيء واحد وهو الفعل المضارع. طيب بعد كذا أعطي فائدتين يتعلقان بدراسة علم النحو. لماذا يدرس الناس النحو؟ لكي يعربوا عن كلامهم، يعني لكي يكون كلامهم معربا أي جاريا على سنن ونسب العرب. العرب سموا عربا من أجل أن كلامهم فصيح معرب. الإعراب، فائدة دراسة النحو الإعراب لكي تعرب. الإعراب هذا منه اشتقت كلمة العرب، ففائدة الإعراب مهمة جدا في لغة العرب، في اللغة العربية. طيب الإعراب منه سمي العرب عربا. الإعراب له طريقتان اثنتان. إذا أعطيتك أي جملة وقلت لك أعرب لهذه الجملة، قبل أن تدخل إلى إعراب الجملة فكر أولا في المعنى، لأنهم يقولون فهم المعنى نصف الإعراب، فهم المعنى نصف الإعراب. قبل أن تدخل إلى إعراب الجملة افهم المعنى أولا. إذا قلت لك أعرب لي جاء زيد، قبل أن تدخل إلى الإعراب افهم المعنى أولا. إذا قلت لك زيد قائم، قبل أن تدخل إلى الإعراب فكر في المعنى أولا، فكر في المعنى أولا ثم تدخل إلى الإعراب، لأن فهم المعنى نصف الإعراب. للإعراب طريقتان اثنتان. أن أعطيك جملة وتكون الجملة جملة فعلية، فأنت تعرب باحثا عن الفعل والفاعل. إذا كانت الجملة فعلية تبحث عن الفعل والفاعل. طيب إذا كانت الجملة اسمية تبحث عن المبتدأ والخبر. ولا توجد جملة أخرى في اللغة العربية. الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. الجملة الفعلية هي التي بدأت بفعل، مثل جاء زيد، فتعرب وتقول جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع، تعرب باحثا عن الفعل والفاعل إذا كانت الجملة فعلية. أما إذا كانت الجملة اسمية زيد قائم، فتعرب باحثا عن المبتدأ والخبر، زيد المبتدأ وقائم الخبر. إذا بدأت الجملة باسم فهي جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل فهي جملة فعلية. طيب إذا بدأت حرف انه على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على حرف وان حرف اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنظر الى ما بعد الحرف، ان كان اسما فهي جمله اسميه، وان كان فعلا فهي جمله فعليه. هذه هي الفائده الاولى التي اريد ان اعطيها في دراسه فن النحو. ثم بعد ذلك ياتي ان من درس النحو يكون فائقا على اقرانه، لأن بدون النحو لا تستطيع أن تتكلم بين الناس. من أجاد النحو هو الذي يتكلم في المحافل والمحاضر، ومن لا يجيد النحو لا يستطيع أن يتكلم، لأنه يلحن في كلامه ويكون ضحكة بين الناس. فهناك بيتين اثنين ينبغي أن تحفظهما. النحو زين للفتى يدركه يكرمه حيث أتى. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى. من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. من لم يكن يعرف النحو فحقه أن يسكت. هذه الحلقة الأولى من برنامجنا. إن شاء الله سنبدأ في التحفة الثانية في اليوم القادم إن شاء الله، بعد أن تحفظ هذه المقدمة التي ذكرنا فيها الأبيات الأربعة. بعد أن تحفظها وتجيدها إن شاء الله في اليوم القادم ندخل ونشرح الكتابة حرفا حرفا إلى أن نصل إلى نهايته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أد الفرض في إتقان، فإن الصدق منجاة ثواب يثقل